والله. اي والله. طيب نسالك تخصص عبد الله وش تخصص؟ دبلوم شبكات حاسب. ما شاء الله في القصيم. الله الله والله هو نعم والله انا احبكم يا حبيبي. ما عليك دود. اي والله مثل لازم تجينا ترى. قد جيتكم والله في العوش زيه. لا انا بكتير برا. ابو صالح الفرحان الله يبيض وجهه وصالح وام صالح واكرمونا والله عز الكرم. يشهد الله انه ما طلعت الا والفورد كذا من الكليج او التمر. حق واجب بعد. الله يبيض وجيهكم وانتم اهل الكرم ولا هي بغريبه عليكم. ما عليك زود. ايش رايك في الجوافه بالله؟ فنانه. ورنا؟ لا هذه لي قطعتها. في باقي. اسمع. اسلم. انت في الرس ولا في القصيم نفسها؟ لا انت زيدان روح المطبخ. الرجال قزني قزني ايش تبغى؟ لا ما هو. الرس وسط القصيم، اقصد في عنيزه ولا في الرس؟ كذا سؤال كويس. اي قال انت من وين بالقصيم؟ اي من وين بالقصيم؟ معلش معلش انا اسف. زي ذاك يوم قال فين؟ قال السعوديه ولا؟ قال لا من القصيم. عرفت؟ سالفه البنت نفسها بالضبط. الحين انت من الرس ها؟ من الرس. الله الله والله ونعم. ما عليك والله ان احسرني موقفك يوم جو زواره هلك وما قابلتهم. ايش هذه لي لا تاكلها. لا والله لا والله انا عندي. الله يهديك ما ودنك حلفته. طيب تبغى قطع ولا كلها بيدك يا رجال وخلاص. الحين تطلع بس شوي شوي شوي. فاين. ايش معك حركة اسلم تقول يا ابو عابد انت من الرس. اي من الرس. طيب تخصصك تقول دبلوم. ايه خريج دبلوم شبكات حاسب. يا سلام. طيب ابو عابد لك رغبه في قبل ايام انك تكمل وكذا بكالوريوس؟ تخرجت ولا باقي؟ ايه تخرجت ما شاء الله. الله الله تخرجت الترم اللي راح. ما شاء الله تبارك الله. يعني هذا اول ترم لي عاطل. اهلا وسهلا. اي هلا اهلا وسهلا. كيف حالك؟ معك نفس الطريق اول ترم كذا. الشعور بالله وش رايك بالشعور؟ والله يا اخي شعور فخم بس ان شاء الله ما نطول على الوضع. شفنا وظيفه ولا شيء. طيب سم. ما تبغى تكمل تخصصك جدا فخم هندسه. يعني تكمل سنتين تاخذ بكالوريوس؟ والله الى الحين في مناوشات على ما يقولون. باقي تحل باقي ها مره ومره. مره نقرر ان بنكمل ثم نعاد الى من نمنا ثم صحينا. ايوه هو كلام الليل يمحو النار. كلام الليل يمحو النار. الله يوفقك ان شاء الله. امين وياك ويسر امرك. طيب